اليوم رانا في الجلفة على مستوى محطة المسافرين والبضائع للجلفة. هذا المشروعين اللي تفقدناهم يربط بين بوكزول والجلفة ومنه إلى الأغواط على مسافة 290 كيلومتر. هذه عبارة عن خط يربط شمال البلاد بجنوبها، وهذا مقطع من الخط الكبير اللي راح يعبر من الشمال إلى الجنوب مرورا بالهضاب العليا على مسافة أكثر من 2000 كيلومتر. الشطر الأول منه ليربط ميناء الحمدانية بالعفرون على مسافة 40 كيلومتر، هو سينطلق قريبا إن شاء الله في الأشغال. أما ربط شفة ببوكزول على مسافة 140 كيلومتر وهو في الدراسة التفصيلية الأخيرة نظرا لصعوبة التضاريس في المنطقة، حتى ما علينا إنجاز عدة منشآت فنية من بينها أنفاق